تتواصل انطلاقات الأشواط المستمرة في هذا المساء مشاهدي عشاق الأصالة في هذه التحديات والانطلاقات. ينطلق شوطنا التاسع حامل كذلك الأسماء الجميلة والرائعة في الثمانية كيلو مترات مع ثنايا أصحاب السمو الشيوخ المحليات الأصايل التي تندفع في هذه اللحظات. وبعد بداية الانطلاق مباشرة نذهب إلى المراكز الأولى لنبحر في عمق الميدان مع الأصايل ونرى هملول بعد الانطلاق تسيطر على مقدمة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. محمد بن سعيد بن مروشد يقودها في التضمير بينما المركز الثاني السيلية من هجن الشيحانية يقودها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث تتواجد في شعار هجن الرياسة مع مهابه الذي تنطلق على المركز الثالث بشعار هجن الرياسة ويقودها مشاهدينا الأعزاء حمد بن سعيد أو حمد بن سعد بن قذلة الأحبابي. يا سلام على المركز الثالث. المركز الرابع قناعة تأتي في المركز الرابع من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الخامس السيلية لهجن الشيحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقودها في التضمير، بينما المركز الخامس تدخلت سلهودة تعود ملكيتها لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. مطر بن سيف بن لاحج الهاجري يضمرها المركز السادس. وصلت في هنا حشيمة تأتي في المركز السادس من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. وهناك تأتينا رشيدة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. حمد بن علي العويسي يقدم رشيدة فمضمرا لهذا الانطلاق، بينما المركز الثامن الصايلة أو مياسة هناك تدخلت في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى بقيادة سالم خلفان بالشاوي. والمركز التاسع تاسع المراكز الصايلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يقودها علي بن راشد بن حمد بن غدير في التضمير. المركز العاشر وصلت في سلهودة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. عبيد بن شينان المري ياتي يضم مع تضمير سلهودة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام في الشوط التاسع شوط المحليات الثنايا بشعارات أصحاب السمو الشيوخ. هذه شاشة دبي ريسنج الحاضرة دائما مع عالم الأصالة لجماهيرها المتابعين. نعود بعد إكمال العشر إلى المركز الأول. المركز الأول تسيطر على هملولة. هملولة تقود كل المنطلقات تتقدمهم بجدارة بأداء رائع مشاهدينا الأعزاء لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المتعب يقدم هملولة ويقودها في التضمير محمد بن سعيد بن مروشد على مقدمة هذا الشوط، بينما تاتي في المركز الثاني. المركز الثاني تندفع في مهابة من هجن الرياسة حمد بن سعد بن قذل الأحبابي يقدم لنا مهابة على المركز الثاني. أما المركز الثالث السيلية تأتي في المركز الثالث لتحمل شعار هجن الشيحانية سلطان بن محمد الوهيبي عملاق المضمرين، بينما المركز الثالث تأتي في قناعة في المركز الثالث من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. رابع المراكز تتقدم رشيدة على المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي. على رابع المراكز تاتي على المركز الخامس عفوا المركز السادس تاتي سيلية رقم اثنين كذلك من دفعة في هذا الشوط. السيلية تعود ملكيتها من هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقودها مضمرا. أما المركز السابع تأتي في سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. مطر بن سيف بن لاحج الهاجري يقودها في التضمير، بينما المركز الثامن ثامن المراكز حشيمة من هجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. وهناك المركز التاسع تاسع المراكز تأتي سلهودة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع عبيد بن شينان المري. والمركز العاشر مياسة لسمو الشيخ
راشد بن سعود المعلى مضمرها سالم بخلفان بالشاوي الغفلي. هذه العشر المراكز، هذه العشر المراكز الأولى، هذا المسار وندانا الثاني. الشوط يحمل أسماء سطرت أسماها بحروف من نور في سجلات سباقات الهجن تقريبا من سن الحقائق حتى وصلت مشاهدينا إلى هذا السن، سن الثنايا بالإنجازات العديدة، ووصلت إلى هذه المرحلة. انطلقت مع الكبار في 8 كيلومترات، هذه تنطلق في هذا المساء تستعد للسباقات القادمة للموسم الرائع هنا في عالم الأصالة، في الأصالة والتحدي، موسم الختاميات، موسم السيوف والكاسات. ترقبوا يا جماهير، تابعوا يا متابعين، هنا شاشة دبي ريسنج حاضرة دائما. 4 كيلومترات انقضت، 4 كيلومترات تبقت، وهملولة متصدرة هذه المجموعة، متصدرة هذا السيل، متصدرة هذه النخبة من الإبكار. هملولة تتقدمهن، هملولة اللي تحمل الشعار الأزرق، شعار ولون السماء لون البحار. مشاهدين الأعزاء، هناك مع متعب المضمرين وملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن سعيد بن مروشد المتعب. متعب بير الشوط وبانطلاقاته من البداية في مسار هذا الشوط. السيلية تاتي في المركز الثاني، السيلية على ثاني المراكز. مشاهدين الأعزاء تنطلق بهذه المشاركة الرائعة، بهذه المشاركة الفعالة على هذه الانطلاقات. السيلية مشاهدين الأعزاء بهجن الشحانية يقودها في التضمير سلطان بن محمد الوهيبي، وصلت في المركز الثالث وتقدمت هناك قناعة، قناعة على المركز الثالث بشعار هجن العاصفة بقيادة واثق المضمرين، الواثق من قدراته ومن انطلاقاته. هناك مشاهدين الأعزاء مع هذا الموسم الرائع حمد بن راشد بن غدير، نعود إلى المركز الرابع ونقول رابع المراكز مهابة، مهابة من هجن الرياسة كذلك تحمل شعار غالي على قلوب الجميع، تحمل شعار المحبة من محبي هذه الرياضة. مشاهدين متابعين الكرام، شعار هجن الرياسة ويقودها في التضمير مشاهدين متابعين الكرام حمد بن سعد بن قذلة الأحبابي على المركز الرابع. أما المركز الخامس تحركت السيلية الأخرى، تحركت مع هذا الشعار. السيلية تعود ملكيتها من هجن الشحانية يضمرها سلطان بن محمد الوهيبي وهي في خامس المراكز. أما المركز السادس رشيدة، رشيدة منافسات لشعار النجوم الخمس وظهور ممتاز في هذه الانطلاقات والتحديات. يا سلام، هذه رشيدة لاسمه الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم الشاعر حمد بن علي العويسي يقودها في التضمير. تاتي حشيمة في هذه اللحظات على سابع المراكز بشعار هجن العاصفة، وحمد بن راشد بن غدير ياتي مضمر مع حشيمة، وهناك الدخول من قبل سلهودة لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبيد بن شينان المري عمدة المضمرين يتواجد. المركز التاسع تقدمت في سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطار بن سيف بن لاحج الهاجري يضمرها. والمركز العاشر تحرك، تحرك وتنافس، هناك انطلقت في هذه اللحظات على عاشر المراكز بنت صوغان، بنت صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري يقودها مضمرا. هذه العشر المراكز وهذا ندانا الأخير للعشر، بنكون مع المراكز الأولى، بنكون مع المراكز الأولى لأن الشوط يسير والكيلومترين بانت، 2 كيلومترات تبقت من وصول هذا الشوط، وهذه بوابة العبور. تتغير بعدها الأمور في مسار هذا الشوط. السيلية غيرت غيرت غيرت، تتغير الأمور للأمر المشروع في كل انطلاقاته وتسللات. السيلية تسللت في هذه الانطلاقة مشاهدينا الأعزاء إلى مقدمة الشوط، تعود ملكي وعادت هملولة، عادت هملولة. شوف هذه حلاوة الشوط، هذا ده الشوط الجميل، هذه انطلاقاته وهذه عادت هملولة. تتأخر بسيطا، تعود منافسة قوية على
التنافس هملولة لاسم شيخ حمدان بن راشد المكتوم، يقودها مضمر محمد بن سعيد بن مروشد متعب المضمرين، يقدم هملولة السيلية في المركز الثاني من هجن الشيحانية، يقودها بسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي عملاق المضمرين. هناك تاتي في المركز الثالث رشيدة لاسم شيخ زايد بن المر بن مكتوم مضمر النجوم الخمس، ولكن تتدخل قناعة قناعة قناعة، الله يا الواثق عنده قناعة الواثق دائما في انطلاقات شعار هجن العاصفة. بهذا الانطلاق وصلت قناعة 1200، قربنا من 1200، وصلنا إلى 1200 نذكر لمن يريد الذكرى، ننبه لمن يريد التنبيه. هكذا مشاهدين العزاء قناعة مشاهدين العزاء على مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام التنافس، بدأ مشاهدين العزاء، بدأت الأسماء، بدأ المضمرين، قناعة والسيلية الكيلو المتر الأخير، السيلية تسللت، السيلية انطلقت، السيلية من هجن الشيحانية. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقودها في التضمير، العملاق والواثق ملتقى مبكر، ختامي مبكر، ما شاء الله في المرموم، الله 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 الله، عمالقة المضمرين، ملتقى جميل مشاهدين العزاء، يدل على أن الكل حاضر، الكل مستعد. يا سلام شعار هجن الشحانية، شعار هجن الشحانية، يا سلام. هذه مشاهدين العزاء النقطة الخامسة في هذا المساء السيلية، مع هذا الانطلاق ومع هذا الشعار سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، عملاق في التضمير مع هذا الانطلاق. تهانينا وسلاماتنا هناك لقطر في الدوحة على هذا الأداء الجميل وهذه التحديات، وهجن الشحانية تنطلق في هذا المساء معلن الفوز وناموس. تهانينا والناموس على هذا الفوز، هذه السيلية مشاهدين العزاء تنتزع ناموس، تنتزع الفوز في اللحظات الأخيرة لتصل معلن الفوز في شوطنا التاسع. تهانينا سلطان، تهانينا مشاهدي العزاء لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، تصل مشاهدينا متابعينا الكرام معلن السيلي والفوز وناموس في هذا الشوط، بينما المركز الثاني تصل فيها مشاهدي العزاء هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث رشيدة تعود ملكيتها لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، المركز الرابع وصلت فيها قناعة من هجن العاصفة، والمركز الخامس السيلية لهجن الشحانية. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام كان شوط حمل لنا تحديات جميلة ورائعة وتنافس في هذا الشوط، هذه السيلية على شاشة التلفزيون تقطع المسافة 8 كيلومترات في 12 دقيقة و38 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا كذلك لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثاني وصلت فيها هملولة على شاشة التلفزيون مشاهدينا متابعينا الكرام، هملولة لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، قطعت المسافة في فترة زمنية 12 دقيقة 43 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا لمحمد بن سعيد بن مروشد. رشيدة كذلك قدمت أداء جميل وانطلاق رائع، قطعت المسافة في 12 دقيقة و43 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، وتهانينا لحمد بن علي العويسي.